الراديو 90-90 هواها مصري. باب رزق مع يسر الفخراني على الراديو 90-90. ربنا بيسبب أسبابه والدنيا بتمشي بتسهيله، في رقبتك في ناس تسابه يا تساعد حد يا تدعيله. شوف تقدر تعمل ايه وساعد الناس بتروح والخير قاعد، الخير مردود لعباد الله بسم الله الرحمن الرحيم. ودائما بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم. الرزق في الكلمه الحلوه، الرزق ده في احضان دافيه. النهارده الخميس، والكل الناس اللي بيستعدوا لاجازه الجمعه والسبت، اللي مسافر واللي بيفكر بكره بقى يعمل ايه ويشوف مين ويقابل العيله ويقضي وقت جميل مع اصحابه وحبايبه واولاده وبيته والاربع حيطان الدافئين الجمال. يوم الخميس دايما بيخلي الواحد يفتكر ذكرياته القديمه، ذكرياته كده وهو صغير والحياه كانت ابسط لطيفه، مفيش بقى التليفونات اللي في ايدنا دي اللي ملازمانا رايحين جايين بيها وقاعدين نبص كل شويه على الشاشه وبنضيع وقت طويل جدا واهتمام كبير بكل التفاصيل اللي فيها، بينما بنسيب حاجات كتير جدا حلوه قوي 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 حوالينا. ويعني الواحد بيستغرب جدا، يعني حتى اللي طالعين كده اجازه فكروا معايا من فضلكم، اللي طالعين اسكندريه الساحل اي مكان ينبسطوا فيه يومين في الاسبوع، مش بتشوفوا ظاهره دلوقتي غريبه تبقى الناس قاعده قدام البحر كده والبحر قدامها الحلو الازرق الجميل ده، الهواء يرد الروح، وكل واحد فينا ماسك مثلا موبايل ولا ايباد ولا اي حاجة قاعد يفر فيها. الحقيقة بقعد اسأل نفسي، يعني الواحد مسافر كل المسافات دي وقاعد على البحر علشان يقعد يبص في موبايله؟ طب ما يقعد بقى في بيته وخلاص ويعمل الكلام ده. طب ما يقعد في بيته على الاقل، يعني يمكن يعني ربنا يطرح البركة كده ويبقى فيه كلمتين يقولهم لأقرب الناس له، يتكلم في حدوتة حلوة، يتكلم في الأي كلام. عارفين الأي كلام ده؟ الأي كلام ده على فكرة لطيف برضو، الأي كلام ده بيخلي يعني الحياة مش بالضرورة نقعد نتكلم في مشاكل وهموم ومشاريع وخطط، لا ساعات الأي كلام مع الأقرب الناس لينا بيبقى برضو جميل. إذن الوقت اللي احنا بنهدره في حاجات كتيرة في حياتنا، الوقت رزق، ولازم نعيد نظر في مسألة الوقت. يا الوقت ده، زمان كنا حتى بنقول ايه، زمان كان الوقت فيه بركة. على فكرة ما هو الوقت هو ال 24 ساعة، هم الساعات هي وهي الساعة فيها 60 دقيقة وكل حاجة، لكن الوقت كان فيه بركة لان كان فيه حاجات كتير مش واخدة الوقت مننا، زي ما بقول لحضراتكم الموبايل، الكمبيوتر، الأجهزة، كل التطور اللي حصل الجميل. على فكرة ده تطور جميل ولازم مبسوطين ان التطور ده حصل في حياة الإنسان، لأنه بيساعد في حتى في شغلنا وفي إنقاذ حياة حد ممكن يكون مريض مثلا. كل ده جميل وكل ده كويس، ولكن في الآخر الوقت لازم نعيد مرة أخرى استغلاله، بحيث اننا نستغله في شغلنا، نستغله في استمتاعنا بالحياة، نستغله في اننا نتكلم بعض، نستغله في اننا نقرب من بعض، نستغله في اننا نقرأ، نستغله في اننا ننام، نستغله في اننا نلعب رياضة، نستغله في اننا نعرف حاجة جديدة، نتعلم حاجة جديدة. الوقت ورزق الوقت ده جزء مهم جدا. عشان كده النهاردة في يوم الخميس كده هكلمكم عن هذا الموضوع، وعايز اطرح عليكم حاجة موجودة بره، هي بنك الوقت. حد سمع عن بنك الوقت؟
بنك الوقت ده موضوع مهم جدا على فكرة وإنساني جدا وموجود في بلاد كتير قوي، وهي إنك توفر ساعة في رصيدك في بنك الوقت، تروح تفتح كده حساب في بنك اسمه بنك الوقت، تقول لهم والله أنا عايز أفتح حساب، تروح هتحط قد إيه في اليوم في الأسبوع في الشهر، تقول لهم والله أنا هحط مثلا 5 ساعات في الشهر، بتروح تفتح الحساب. 5 ساعات دول بيبقوا عبارة عن إنك أنت بتتبرع بوقتك لخدمة حد محتاج الوقت ده، يعني حد كفيف عايز تقرأ له، سيدة مسنة عايز تروح بيها مشوار، تقعد معاها، تخدمها، تأكلها، حاجات كتيرة جدا من الحاجات الإنسانية اللي ممكن تحطها في بنك الوقت. طب نعمل ايه بعد كده؟ يعني بعد كده ما يبقى عندك رصيد مثلا في آخر الخدمة بعد 30 سنة، 35 سنة، يبقى عندك رصيد 5000 ساعة مثلا، هتعمل بيهم ايه؟ هيتردولك انك تروح تقول لهم والله انا ليا رصيد 5000 ساعة في بنك الوقت، هل ممكن انا محتاج النهاردة الوقت ده تاني؟ فيبدأ حد شاب صغير يبدأ يقولك عايز تعمل ايه؟ عايز اوصلك مشوار، انا متبرع بان اوصلك مشوار، ان انا اروح بيك كذا، ان انا اقعد معاك، ان انا اقرأ لك، ان انا اخدمك. هل فعلا احنا لدينا ثقافة اننا نحط رصيد من عمرنا في بنك الوقت؟ والله فكروا كده معايا، وانا هنتظر تليفوناتكو على 2-18-10-8-66، وطبعا رسائلنا على 1-99، وعلى صفحتنا الراديو 90-90. هواها ايه؟ هواها مصري في بابرس. اللي طالع اجازته ورايح كده يعني يقعد يمدد في الرمل شوية قدام البحر، وهو طالع قاعد يقول يا ولا يوم من ايام زمان، واحد كده لما كان يطلع المصيف زمان بتركيبته المختلفة دي بالتفاصيل الصغيرة اللي كانت فيه، كانت أكتر متعة، أكتر متعة من النهاردة. ليه؟ تفتكروا إيه اللي اختلف؟ هل فعلا زي ما العبارة الدارجة دايما بنقولها كده، إيه أصله ده الزمن الجميل، ده إيه ده النهاردة مواليد التسعينات بيقولوا على التسعينات هو الزمن الجميل، التمانينات يقولوا الزمن الجميل، شوية بعد كام سنة يقولك بعد سنة 2000 بقى الزمن الجميل. هل كل زمن وإحنا بنعديه بنبص ورانا نلاقي إن الزمن اللي فات هو الأجمل؟ ده تركيبة غريبة جدا. لا، خلينا نستمتع. يعني أنا عارف إنه كل زمن له حلاوته، له جماله، له تفاصيله، ولكن الأجمل هي اللحظة اللي في إيدك، اللحظة اللي أنت دلوقتي حضرتك رايح طالع أجازة أو واخد أجازتك النهاردة، وهتقعد هتشوف صحابك، هتشوف العيلة، هتقعد حتى مع نفسك كده تبص للسماء، أيا كانت اللحظة اللي في إيدك هي أكيد الأجمل. المهم إنك تعمل فيها إيه، الوقت اللي في إيدك تعمل بيه إيه، تخليه أجمل إزاي، تسعد بيه نفسك إزاي، تسعد بيه اللي حواليك إزاي. أرجع تاني، كنت بطرح على حضراتكم فكرة بنك الوقت. بنك الوقت ضاقت فكرة بقالها كذا سنة على فكرة في بلاد كتير، والناس استمتعت بفكرة إن هم يشيلوا ساعة من وقتهم كل أسبوع في البنك عشان وقت الاحتياج لما الواحد يكبر يقول لهم يا جماعة من فضلكم أنا ليا 5000 ساعة عندكم محتاجها كل أسبوع مثلا ساعتين، فيرجعوا لك الساعات، وانت في عز كده شبابك، في عز قدرتك على انك انت تدي، تقدر انك انت توفر جزء من هذا الوقت علشان وقت اكيد بيجي على الانسان بيبقى محتاج وناس، محتاج حد يمدله ايده، محتاج حد يتكلم معاه حتى في التليفون، محتاج حد يفكر معاه، محتاج حد يفضفض معاه. هل الفكرة دي ممكن ان احنا نقبلها؟ كمان انا يمكن عايز اقول للشباب تحديدا ممكن تبقى فكرة مقبولة، خاصة لما ارجع كده واقعد احسب اجيب ورقة وقلم بكل بساطة واكتشف انه الانسان ممكن اقل الحاجات، يعني ممكن هو يضيع حوالي 30,000 ساعة على صفحات السوشيال ميديا، الفيسبوك بقى والحاجات المختلفة. فال30,000 ساعة دول طب اخد منهم كام ألف ساعة واسيبهم في زمن تاني، وعلى الأقل لو بصينا يعني للي في ايدينا هتلاقي انك تقدر انك في الساعة اللي بتخدم بيها حد ممكن يكون ما تعرفوش اكيد بيوفر لك حالة من البهجة، حالة من السعادة. مفيش انسان فينا لما بتيجي فرصة ان هو يعمل حاجة حلوة لحد حتى لو ما يعرفوش، بيعدي الشارع حتى بكل بساطة بيقدم له خدمة يقدر عليها، أكيد أول واحد
بيجد السعادة وبينبسط باللي هو عمله، هو الشخص اللي عمل المساعدة أكتر كمان من اللي اتعملت له المساعدة. فكروا كده وانتوا مسافرين أو طالعين أجازتكم النهاردة الخميس، ودايما يوم الخميس في باب رزق كده نعمل حلقة خاصة كده يعني نسترجع فيها حاجات حلوة في حياتنا محتاجين تبقى موجودة في إيدينا، حاجات يبقى فيها انبساط لينا مهم، لأننا مع دوامة الحياة مع سرعة إيقاع الحياة مع الزحمة اللي في الحياة مع انشغالنا عن بعضنا إننا نلقى وقت كده بين قوسين نخطفه على رأي سعاد حسني، نخطفه كده يسعدنا يملانا جوانا يبهجنا يخلينا مبسوطين لنفسنا. اوعوا تسيبوا نفسكم للحياة كده تاخدكم وتوديكم، بالعكس لازم دايما نمسك احنا الحياة مش الحياة هي اللي تمسكنا. نقدر نعمل كده؟ نقدر نعمل كده. ارجع تاني اسأل بقى السؤال، تقدر توفر فعلا ساعة من وقتك كل اسبوع او كل شهر وتحط ده في رصيدك في بنك الوقت؟ هل الفكرة دي ممكن نعملها في حياتنا هنا في مصر؟ هل ممكن انها تلقى قبول؟ هل ممكن انها تبقى حاجة مفيدة؟ خلينا نفكر مع بعض. وتليفوني 2-18-10-8-66، رسائلي 1-99-9، وأيضا على صفحة الفيسبوك الراديو 90-90. في رقبتك في ناس تسابوا يا تساعد حد يا تدعي له. باب رزق على الراديو 90-90. باب رزق على الراديو 90-90 هواها مصري، ونهاردة بنتكلم عن رزق الوقت اللي احنا الحقيقة بنضيع وقت كتير في حاجات كتير. لو بصينا كده وقلنا يا ترى الوقت ده نقدر نعمل بيه ايه، نقدر نستفيد منه في ايه، نقدر نساعد نفسنا نساعد عيلتنا نساعد اصحابنا، يعني في حاجات كتيرة جدا ممكن تتعمل جوه الوقت. وبعدين في نقطة مهمة جدا، النهاردة زي ما بقول لحضراتكم الوقت بيجري، العمر بيتبعزق مننا، فجأة على بعد أسابيع قليلة هنلاقي نفسنا سنة جديدة من عمرنا بتخلص، 2018 نفسها بتخلص، على الرغم ان احنا من يعني تحس كده بغمضة عين اننا من كام يوم كنا بنستقبلها ومن كام يوم كان عندنا أحلام كتيرة جدا نعملها فيها وخطط ومشروعات وحاجات كتيرة قوي. الوقت بيضيع نتيجة اننا الحقيقة يا إما يعني بيضيع مننا في قبضة التكنولوجيا الجديدة، ده أكيد جزء كبير جدا من ضياع وقتنا كلنا على فكرة، وما بستثنيش حد، يمكن كل الناس وأنا نفس المشكلة عندي. لكن في الآخر لازم نحسب إحنا يومنا بيروح فين، بنعمل فيه إيه، بنقضيه إزاي. دايما اليوم مهم جدا، كانت عملت دراسة مهمة وجذابة لحياة الإنسان إن الإنسان يوميا في حاجات لازم يكون بيعملها عشان يحس بقيمة عمره بقيمة وقته، لازم يتعلم حاجة جديدة، لازم يوميا يتعلم حاجة جديدة، لازم يوميا يكون بيقابل ناس يعرفهم أو جداد في حياته، لازم يحس إن في تجديد في الحياة. يوميا لازم يكون بيشتغل بينتج في اي منتج بيطلع ايا كان هو منتجه ايه، حتى لو تلميذ بيذاكر ايه المنتج اللي بيطلعه، لازم يوميا يكون بيجدد علاقته بكل الناس اللي حواليه، لازم يوميا يكون بيقرا، لازم يوميا يكون بيلعب رياضه، يعني في حاجات كتير. لما تيجي تعمل ورقتك اخر يوم اخر يوم لازم كده يبقى عندك ورقه تقعد تبص تقول رزق الوقت ده اللي ربنا سبحانه وتعالى ادهوني راح فين، انا عملت النهارده 1-2-3 كذا. كل هذه الاشياء بتخلينا نرجع تاني نقول الوقت بتاعنا نستفيد منه استفادة قصوى، نحط كل دقيقة في بنك الوقت علشان نقدر اننا ما نلاقيش فجأة العمر اتسرق مننا، ولا ابدا اننا نبص على الماضي في حياتنا فنقول انه الزمن الجميل. دايما كل ما هو ماضي هتلاقيه خلاص لانه ماضي، يعني لانه عدى خلاص، مفوش عدى بمشاكله وعدى بكل حاجة فيه، بيقولك اللي فات احلى. لا، اللحظة اكيد في حياة الانسان اي انسان على وجه الارض هي اللحظة الاجمل، عشان كده لازم تفكر دايما انك ازاي تعمل اللحظة دي هي الاجمل فعلا، تعمل فيها ايه، فكر ازاي عندك قدرة على انه اللحظة الحلوة دي تخلقها تصنعها تبتكرها،
حاجات حلوة كتير ولطيفة وجميلة. عايز أقرأ لكم بعض رسائل من صفحتنا، رسائل عايز أتكلم كمان، عايز أعلق عليها. يعني أحمد محمد بيقول طول عمري لوحدي ومفيش أي مساعدة من حد، مع أني بحب أساعد كل الناس. جيهان بتقول جيراني ربنا يديم المحبة دايما، في مساعدة بيني وبينهم وبنقضي وقت جميل بينا. فاكرين جيران الجيران كان يعني أمهاتنا جداتنا الجيران الهنا، هم فعلا جيران الهنا أو ساكن قصادي وبحبه لأنه هم دول أقرب الناس ليك في أي لحظة. وكان طبعا طقوس جيران زمان مختلفة أكيد عن النهاردة، يمكن في بيوت كتير وعمارات كتير وناس كتير بتبقى ما تعرفش جارهم اسمه إيه أو ما شافتوش قبل كده، غريبة غريبة فعلا. هاجر بتقول أنا طول عمري لوحدي وبساعد نفسي بنفسي وبدعي ربنا ما يحوجنيش لحد حتى لو بموت، لا ربنا يديك الصحة ودايما عكس. أنا يعني هي دي اللي أنا عايز أعلق عليها، إنه ما ينفعش نبص لحياتنا ان يعني انا لوحدي ومبسوط كده او انا لوحدي ومش عايز حاجه من حد. ربنا سبحانه وتعالى خلقنا وخلق معنا رزق اننا نكون مع بعض، رزق اننا نمد ايدنا لبعض، رزق اننا يعني نخلق مجتمع وناس ودوشه وهيصه وزنبليطه وحاجات كتير. تخيل انت مثلا لو انت رايح النهارده تصيف، حتى بما ان الخميس مثلا رايح، ورحت لقيت المكان اللي انت بتصيف فيه انت قاعد لوحدك كده على البحر لوحدك فقط لا غير، يمكن في اول وهله كده تقول الله ده البحر بتاعي النهارده كله ده انا مبسوط، بعد شويه هتفتكر المثل اللي بيقول جنه من غير ناس ما تنداس. فعلا جنه من غير ناس ما تنداس، فدايما احنا اللي نقدر نخلق علاقات افضل. ناس كتير هتقول لك الدنيا بقت وحشه، الناس بقوا وحشين، اكيد زي ما في الوحش في الحلو، وزي ما وطالما في يوم جديد بيتولد في حياتنا اكيد في ناس حلوه موجوده هي اللي بتخلي اليوم الجديد ده يتولد. يعني دور على الناس الحلوه، بلاش نقعد دايما نعلق كل حاجه على الناس الوحش. شعبان الحمد لله الناس جميله، او شعبان رد عليا على طول. حسناء او حسن بتقول قول امتى ما كنتش اخر مرة فيها لوحدك، يعني يبدو ان الوحدة اكبر من فكرة انها بتقابل ناس او تشوف ناس. محمد شعبان تاني بيقول دايما انا بحب اساعد واتساعد لان هي دي الدنيا. بركة بيقول على طول لوحدي ومفيش حد بيساعدني، وعلى فكرة الرسالة دي كلها من شباب، وتلك هي المشكلة، تلك هي المشكلة. ليه؟ لان ارجع تاني اقول لحضراتكم انه احنا من كتر وحدتنا مع العالم الافتراضي مع الفيسبوك نقعد كده فاكرين ان احنا قاعدين عارفين الف بني ادم على صفحتنا على الفيسبوك وبنتكلم وبنهزر ولكن في لحظة ما الشحن بيخلص، في لحظة ما البطارية بتفضى، في لحظة ما الصفحة بتتقفل، في لحظة ما الانترنت بيتوقف، فجأة تلاقي نفسك وحيد في هذا العالم. تخيل هذه الوحدة مجرد ما فيش الكهرباء تتشال. الراديو 90 90 باب رزق، كل واحد مسافر يوصل بالسلامة، لسه مكملين مع بعض. سبحان الله لما بيوهب ويوقف لنا ناس في طريقنا. باب رزق مع يسر الفخراني على الراديو 90 90. حاول ما تاخدش مشاكلك معاك وانت طالع اجازة، ايا كانت الاجازه بقى، انت هتسافر هتقعد في البيت هتشوف حد، ما تاخدش مشاكلك معاك. صعبه مش سهله اكيد، يعني ساعات النصيحه كده اقول لك ما تاخدش مشاكلك معاك وتبقى المساله مجرد حاجه مثاليه، بس في ناس بتعرف تعمل كده، في ناس بتعرف تهيص، في ناس بتعرف تفصل، في ناس بتعرف تقول خلاص انا خلصت كل الحدوته دلوقتي، لازم الوقت اللي جاي ده يبقى الوقت بتاعي، الوقت لنفسي. فعشان كده كل اللي مسافرين ارجوكم ركزوا في الموضوع ده جدا، حاولوا انكم تستمتعوا بكل دقيقه من عمركم، لان الدقائق دي هي اللي هتتحط بقى في بنك وقتكم انتم لما يكون عندكم ذكريات جميله. اقول فاكر زي الوقت ده وانا مسافر مش عارف ايه اعمل ايه، كان الدنيا كنا بنغني، كنا بننبسط، كنا بنقول نكته، كنا بنحلم، في حاجات كتيره جدا تتعمل في الدقيقه بتاعتك.
الدقيقة بتاعتك دي حاجة مهمة جدا لازم ننشرها بيننا كلنا. كفاية طاقة سلبية، كفاية نقعد نشيل نفسنا الأول على فكرة ثم الآخرين، كفاية نقعد نشيل نفسنا هموم ومشاكل. هتعدي هتعدي، كل حاجة عندك هتعدي، كل حاجة هتنطوي، كل صفحة هتتقفل ولازم تتملي وتتقلب الناحية التانية، كل سطر بيخلص. في حاجات كتيرة جدا في حياتنا احنا يعني لازم محتاجة تفكير، محتاجة تفكير مننا جوانا كده، احنا ليه بنعمل كده؟ ليه بنضيع وقتنا في الموضوع الفلاني؟ ليه بنضيع عمرنا في اشياء لو حطينا جبنا ورقة وقلم كده وقعدنا كتبناها هنقدر نتخلص من جزء كبير منها. مش لازم نتخلص من كل حاجة، لكن اكيد هنقدر نتخلص من جزء كبير منها. وبمناسبة بقى ان النهاردة برضو الخميس، مين اللي لازم تفكر كده في حد بقالك كتير جدا ما سألتش عنه وتبدأ تفكر انا عايز اشوفه، يعني حد يكون كان زميلك، كان صاحبك، كان جارك. بجد مهم اننا الناس الحلوة اللي عادت في حياتنا ما بيبقوش مجرد عابرين سبيل، يعني يلا بينا خلاص عدى ودول الموضوع انتهى وتحولوا لمجرد صور في ألبوم صور موجود منسي، لكن لازم نستدعيهم. مهم جدا كمان يوم الخميس اننا نتونس ببعض، نتونس بالحواديت الحلوة، باللي فات واللي جاي كمان، نتونس بوقت حلو نقدر اننا نصنع منه كده، نغسل في نفسنا. هو يعني النهاردة لما بتيجي تقول انا محتاج طبيب نفسي، حاجة مهمة جدا ناس كتير بتبقى محتاجاها، لكن تخيل لو وجد شريك في الحياة او شركاء في الحياة بالمعنى الجميل للموضوع، هل هتكون محتاج انك انت تفضفض مع حد ما تعرفوش وتدفع له تمن ده؟ اكيد لا. بنلجأ للطبيب النفسي لعلمه، اكيد في امراض كتير بتبقى محتاجة الطب يتدخل بكل العلوم الطبية والأدوية وكل ده، لكن فكرة الفضفضة الحلوة دي محتاجين اننا نشوف ونخلق ونصنع حد نقدر نطمئن واحنا بنتكلم معاه عن ادق الحاجات اللي ممكن تبقى وجعانا من جوانا. الخميس، وعايز اقول كمان لاهل اسكندريه بقى، اهل اسكندريه وانا طبعا يعني ايه عاشق الاسكندريه، خلاص خلال الايام الجايه هنكون ان شاء الله معاكم في باب رزق من اسكندريه، فاي حد شايف اننا نقدر اننا نقابله عنده حكايه، عنده مشروع، عنده فكره، عنده حاجه حلوه يحب يكون ضيفنا في باب رزق من اسكندرية، يا ريت يبعت لي على صفحة الراديو 9090 او رسالة على 199. يلا نقبل الدعوات، يلا خلينا نتقابل، خلينا نعرف بعض، خلينا نقرب من بعض اكتر، خلينا نكون ان شاء الله ان شاء الله سبب في فتح ابواب رزق. احيانا كتيرة جدا ناس تحس انها بعيدة، لا ما حدش هيشوفنا، ما حدش هيقابلنا، احنا في باب رزق ان شاء الله، فريق باب رزق والراديو 9090 جايين لكم معاكم في كل مكان. هنبدا باسكندريه ان شاء الله، هنبدا يعني بكل فكره موجوده على الكورنيش وبعيدا عن الكورنيش، وناس كتير من اصدقاء باب رزق في برج العرب برضو معاكم، في العجمي، في ميامي، في محطه الرمل، في بحري، كل الناس الحلوه هنكون وياكم في خلال الايام القادمه، فاستعدوا وابعتوا لنا، يعني احنا هنروح وندور، لكن كمان اللي يحب يكون يشارك معانا يبعت لي واحنا هنتواصل معاه. تاني باب رزق، وانه يوم الخميس، يوم الخميس له محبه خاصه جدا في قلوب كل المصريين، الجمعه بقى اجازات والدنيا روقان وتبعد عن كل المشاكل والضغوط والزحمه والصحيان بدري، ولكن يوم الخميس دايما خليه بدايه وليس نهاية، بداية لتجديد حياتك، بداية لتجديد أفكارك، بداية لأنك أنت تقول والله أنا الأسبوع اللي فات أخفقت في كذا فعايز أصلح ده. دايما في بدايات جديدة بتحصل في كل لحظة، بدايات مش عشان تغير الإنسان، بدايات عشان تتطور الإنسان. إحنا يعني لازم دايما ندور على الحاجة اللي تقدر تتطور حياتنا. مفيش انسان بيتغير، بالمناسبة مفيش انسان بيتغير، في انسان بيتطور، وهو ده يمكن اللي بيحصل للمصري لما بيطلع في مناخ تاني، في برة، في شغل، في حاجة، تلاقي
في حتة جواه اتطورت بشكل جميل خليته قادر ان هو يحس بان هو انسان جديد على رأي شعبان عبد الرحيم. فعلا انسان جديد. خلينا دايما نكون انسان جديد. يوم الخميس دايما في باب رزق هيكون كده دفعة لان نكون صفحات جديدة في رواية، دفعة لان نكون يعني احلام جديدة في سماء حياتنا. ان شاء الله نقدر نعمل حاجات كتير. نقدر اكيد نقدر. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا على استماعكم للراديو 90 90. اتمنى السلامة لكل واحد على الطريق مسافر، اتمنى السلامة والانبساط والسعادة، وتكون على وشكم ضحكة حلوة لكل واحد في الطريق ان شاء الله، مروح او رايح مشوار او رايح شوف حد او رايح يقضي وقت لطيف في اي مكان. استمتعوا، فالحياة تستحق الاستمتاع.